أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير قراء العالم الإسلامي، نفعنا الله وإياكم بما نقدمه لكم من تلاوات. والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصر.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال قرينه ربنا قال لا تخطئ.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ذلك يوم الخلود لهم
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود. الله أكبر، بسم الله
المشرقين ورب المغربين.